السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني وآتيناه
موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وقضينا إلى بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين
بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس فمن أوتي كتابه بيمينه فمن أوتي كتابه فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أنفسكم وأهليكم نارا
وقودها الناس والحجارة عليها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول وأصحابه